اهلا بيكم في فيديو جديد، فيديو تذوق حلويات اتول. السلام عليكم، عاملين ايه اخباركم؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن حلويات اتول. طعم حلو ويستاهل بجد ان هو يبقى محل مشهور ومعروف، يستاهل ان احنا نشتري منه او لا، او نعيد تجربه الشراء منه ولا لا. بس بصراحه تعالى يلا نشوف الحلويات وايه اتول وايه طعم اتول. يلا بينا نشوف ونرجع مع بعض تاني. اهلا بيكم يا بنات، احنا هنا في الفيديو دوت هنقول لكم على طعمها بكل صراحة، مش هنجامل يعني او حاجة. احنا اشتريناها طبعا، مش جايانا كده كدعية او كده، احنا اشتريناها. وطبعا كان ممكن نعمل لكم بيها تحدي، بس طبعا ما مش هنعمل لكم بيها تحدي، احنا هندوقها بس ونشوف، لان احنا بصراحة عيلة كلها ما بتحبش السكر. وده يا بنات كده الاسم والعناوين في مقر مبيد وعباس العقاد والحي العاشر. يلا، اول مره يصوروا فيديو فكانوا شويه مرتبكين. جميل، 8 من 10. ممكن 8 من 10، 7 من 10، ممكن اشغله برضو. دي بقى جميلة، نقص سكر في الطعم حلوة جدا، يعني ده 9 من 10. تمام، دي حلوة جميلة جدا برضو، دي 10 من 10. السكر بتاعها عامل ايه؟ السكر بتاعها مظبوط، حلو جدا. يعني الجلاش والكنافه تقيله، لا سكرها زياده شويه، يعني 7 من 10، دي 9.5 من 10، 10 من 10. طب كويس، هتدوق ايه تاني؟ في بسبوسه؟ في بسبوسه. يدوق برضو، دوق النوع ده؟ والنوع ده لازم تدوق وتقول لنا رايك ايه؟ جميله جدا وعليها وش في الهند وحلوه خالص، سكرها برضو قليل. هي دي ممتازة برضو بالكريمة. تسعة من عشرة. تسعة من عشرة. انت اللي ناقص سكر 9 من 10. انا عامة الحلويات احبها سكر خفيف، حاجة سكر كتير ما احبهاش. طب شوف ال ليها البسبوسة كده. ايوه البسبوسة. اما بالنسبة للبسبوسة، بسبوسة جميلة جدا وحلوة. البسبوسة بصراحة 10 من 10. يلا دوق البسبوسة. وايه تاني؟ هتدوق الكنافة؟ دي كيكة؟ طب يلا دوق الكيكة. يلا ايه كمان؟ هتدوق ايه كمان؟ دي؟ دي البيضة دي مش عارفة اسمها ايه، كم؟ هتدوق ايه كمان؟ مش حابب تدوق حاجة تاني؟ طب ودي اللي بالمكسرات؟ سبعة من عشرة. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم ان الحلويات كان معظمها تقيلة، حاجة او اتنين بس اللي كانت خفيفة سكر، وبما اننا بنحب الحاجة الخفيفة سكر، فياريت لو ادارة اتول شافت الفيديو ياريت يعملوا لنا حاجات خفيفة سكر. وبس اشوفكم في فيديو جديد.